دشن مدير أمن محافظة لاحية عميد طيار حسين محمد الجنيدي ومعه مدير شرطة السير بالمحافظة العقيد غحطان أحمد دشن فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد للعام الجاري تحت شعار قواعد المرور سلوك حضاري. وخلال التدشين استعرض مدير شرطة السير بالمحافظة تقارير الإنجاز للعام 2023 وآلية تنفيذ خطة الفعاليات والأنشطة خلال أسبوع المرور، والتي تتضمن محاضرات وأنشطة إعلامية وثقافية توعوية، داعيا خطباء المساجد وعقال الحارات والناشطين المجتمعيين إلى المشاركة في توعية كافة شرائح المجتمع للالتزام بقواعد السير. ومن جانبه أشاد مدير أمن محافظة لاحية الجنيدي بدور ومستوى أداء شرطة السير وما يبذلونه من جهود كبيرة في مختلف المستويات. طبعا يأتي هذا اليوم يعني تقليد عام وتقليد سنوي في إطار فعاليات إدارة أمن محافظة لاحق ووزارة الداخلية في عمل المهرجانات وعمل الاحتفالات الخاصة بأسابيع المرور كل عام. طبعا هناك خطة تم وضعها خلال الأسبوع، تبدأ من اليوم وتنتهي يوم الأربعاء القادم. نرجو من كل الأخوة أنصار المرور وأفراد المرور وضباط المرور وكل منتسبي الأمن والمواطنين والمجتمع بشكل عام التفاعل في إنجاح فعاليات هذا الأسبوع ولما فيه مصلحة السائق والمواطن والمركبة. هنا يأتي مهامنا في المرور هي إعطاء الإرشادات والنصائح في إطار قانون المرور لكي نوصل رسالة المرور لكل شرائح المجتمع، طلاب في الجامعات، دكاترة، كل فئات المجتمع، نقابات، عمال في المدارس، في الكليات، في غير ذلك. نحن معنا خطة إلقاء محاضرات في كل مكان وأيضا إلقاء إرشادات، وكمان نشيد بمذكرة الأخ وزير الأوقاف والإرشاد الذي تكرم بعمل مذكرة لكل إدارة الأوقاف في المحافظات لكي يقوموا بإعطاء الخطب الجمعة والمحاضرات في المساجد وفي منابر الدينية وفي الحارات وفي المدن بشكل عام لتوعية الناس بمخاطر حوادث المرور على المجتمع وعلى الإنسان بشكل عام. نتمنى من كل الأخوة المواطنين والأخوة السائقين في محافظة لاحق ومديرياتها التفاعل معنا في هذا الأسبوع والانصياع وتنفيذ قوانين المرور ولوائح لمصلحة الناس وللتخفيف من الحوادث المرورية التي تعتبر مآسي كل يوم في الطرقات وفي الشوارع العامة.